عايز اشوف معاكم ضاحي خلفان قال ايه. تغريده لضاحي خلفان واضح ضاحي. ضاحي خلفان المفروض انه تميم يعني بس مش عارف. ضاحي خلفان قال لك قطعوا المنتجات التركيه واستبدلوها بالمنتجات الاسرائيليه بصراحه كده. وش كما قال الشاعر. معانا يا جماعه ضاحي اهو. اهو ضاحي خلفان تميم ابو فارس. قال لك على جميع التجار الاماراتيين تحويل علاقاتهم التجاريه من تركيا الى اسرائيل. يا اخي تخسي. تخسي والله تخسي. انتوا ما عادش في حياء. ما عادش في اي حمرة للخجل. تخسي. انت واللي مشغلك تخسي. والله العظيم مش هقدر اقول لك عيب عليك. لان العيب انتوا العيب. قال لك قاطع المنتجات التركية واعمل علاقات مع الاسرائيلي. يعني هل الكلام ده يرضي الاماراتيين نفسهم؟ هل الكلام ده يرضي مثلا واحد زي الشيخ سلطان ابن محمد القاسمي حاكم الشارقة؟ هل الكلام ده يرضي المواطن العربي السعودي الخليجي الكويتي البحريني القطري العماني اليمني العراقي اي مواطن؟ يقول لك قاطع تركيا عشان تعمل عشان تجيب من الاسرائيلي؟ يا اخي والله ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. وده ضاحي خلفان بن تميم للاسف يكشف عن كل سوءاته. كل سوءاته مش هسمي بقى ايه كل سوءاته. يعني عيب عليكم اصلا تسموا نفسكم امارات عربيه متحده. ايه اللي عربي فيكم؟ ولا نخوه ولا رجوله ولا نشامه ولا شهامه ولا حتى خجل. اكيد انتوا مش ولاد زايد. اكيد انتوا مش ولاد راشد بن سعيد. اكيد انتوا ناس تانيه خالص. الشعب الاماراتي بريء منكم والارض الاماراتيه اكيد بريئه منكم.